في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم النهاردة، لحضوركم معايا النهاردة. عنوان المحاضرة النهاردة اللي هو الـ QR Code. هنشرح يعني إيه QR Code، وإيه الفرق بين الـ QR Code والـ Barcode، ايه المميزات وهنستفاد منه بايه، وكيف نقرا اي كيو ار كود بنشوفه، وكيف اصلا نعمل الكيو ار كود. تمام، كل الخطوات دي ان شاء الله هنشوفها النهارده بالتفصيل. طيب يعني ايه QR code؟ QR code هو رمز اختصار لكلمة Quick Response Code، ويعني رمز استجابة سريع. هنشوف يعني ايه QR code وايه الفرق بينه وبين الباركود. الباركود عبارة عن صورة مربعة مستطيلة، ده اللي هو الباركود، وده الـ QR code. الباركود عبارة عن صورة مربعة مستطيلة بتتكون من خطوط لونها أسود بالشكل ده، وفي مسافات ما بينهم مختلفة، وبيستخدم كوسيلة للتعرف على بعض المنتجات بشكل سريع. دايما بنشوفه في الأسواق أو في الهايبرات، ولكن الباركود عبارة عن مساحة تخزينية بسيطة، يعني مش بنعرف نحفظ عليها بيانات كبيرة أو ضخمة. أما الـ QR code فممكن ليه سعة تخزينية كبيرة، وممكن نخزن فيه بيانات كبيرة في مساحة صغيرة اللي هي مساحة لا تتعدى السنتيمترات، اللي هو الشكل ده. يعني ممكن أخزن فيه بيانات كبيرة بشكل يعني بسيط. احنا النهاردة هنعرف هنشوف ازاي اعمل QR code، وازاي اقرأه لو شفته في اي مكان، لان في الفترة الاخيرة بدأ يظهر بشكل اوسع في المؤسسات التعليمية، في الشركات، وهو يعتبر طريقة سهلة ان انا بدخل على اي موقع الكتروني. طيب كيف أقرأ أي باركود أو أي QR code أشوفه؟ كيف أقرأه؟ بنقرأ الـ QR code أو الباركود عن طريق كاميرا الموبايل. لو عندي آيفون أو آيباد بقرأه عادي عن طريق كاميرا الموبايل. أول ما بعمل بحط الكاميرا على الكود، بيقرأ الكود وبيظهر لي البيانات اللي بيحتويها هذا الكود. أما لو موبايل أندرويد مثلا، فبننزل أبليكيشن على الموبايل زي مثلا الـ QR code reader أو الـ QR code and barcode reader. دول عبارة عن تطبيقين، وفيه تطبيقات كتيرة كمان. أنا بستخدم التطبيق اللي هو الـ QR code reader. لما بنفتح التطبيق ده بيظهر لي شاشة الموبايل بتكون بالشكل ده. بنوجه الكاميرا على الكود، وبعد كده بيظهر لي الشيء اللي أنا عاملاه له الباركود. يعني اي محتوى انا حطاه في الـ QR code ده بيظهر لي بعد ما بعمل سكان على طول الكود بالشكل ده. بيعمل سكان للكود وبعد كده بيظهر لي المحتوى الخاص بهذا الكود. احنا هنشتغل عملي عشان نشوف ازاي انا
خير. طيب انا هشتغل عملي اكتر علشان نشوف ازاي اقرا الكيو ار كود، لو شفته في اي مكان كيف اقراه، اعرف ايه المحتوى اللي داخل هذا الكود، وعايزه اعرف ازاي اعمل كيو ار كود. طيب انا هيفيدني في ايه لو انا عملت كيو ار كود؟ هيفيدني في تسهيل، بدل ما انا باخد الصوره او الصوت او الفيديو او كتاب كامل ممكن اخزنه في الباركود، فانا ممكن بيسهل لي ان انا يعني اوصله للي قدامي بشكل اسهل. يعني مثلا لو انا عامله اختبار الكتروني للطلاب، والاختبار الالكتروني عباره عن لينك، فانا المفروض بعطي اللينك ده للطلاب علشان يدخلوا على الاختبار، فبيكون صعب ان انا اعطي اللينك ده لكل الطلاب في نفس اللحظه. ممكن ادولهم عن طريق الكلاس روم، بس هيواجهني صعوبه طبعا. تمام، فهيواجهني صعوبة ان انا ادي اللينك بتاع الاختبار لكل الطلاب في نفس اللحظة، فانا بفضل ان احنا نعمل اللينك ده على كيو ار كود، ومجرد ما الطالب بيحط الكاميرا بتاعة الايباد على الكود بيدخل في ثانية واحدة بيلاقي نفسه داخل الامتحان. انا جهزت بعض الفايلات اللي انا هعملها احولها لكيو ار كود. تمام، يعني انا جبت ملف صوتي، ملف صوتي ده ممكن من النت او ممكن انا بصوتي، يعني لو مدرس مثلا لغة انجليزية او قرآن كريم مثلا ممكن يعمل تسجيل صوتي باسمه بصوته، وبعد كده بيحوله لكيو ار كود وبيخليه في الصف مثلا في بعض نطق بعض الكلمات الصحيحة، او يعني ممكن نستخدمه كملف صوتي، او ممكن ان انا اعمل احول الكتاب الى كيو ار كود كمان، وممكن لو عندي صورة او فيديو. يعني انا جبت بعض الملفات وهعلمكم ازاي ان احنا نعملها لكيو ار كود، ازاي انا هحول الملفات دي لكيو ار كود. انا بستخدم برنامج هنا اسمه كيو ار كود جنريتور، بنكتب على جوجل كيو ار كود جنريتور. عن طريق البرنامج ده انا ممكن احول اي حاجه عندي الى كيو ار كود. يعني في هنا يو ار ال اللي هو اللي انا بحط ويب سايت، وفي هنا الفي كارد ان انا ممكن احط بعض البيانات الشخصيه، وتكست لو انا عاوزه اكتب بعض البيانات واحولها الى كيو ار كود، اي حرف هكتبه هلقاه اتحول على طول لكيو ار كود. لو في هنا ام بي 3 لو انا عاوز احط ملف، وهكذا. بس انا بفضل ان انا استخدم اليو ار ال او الويب سايت، ان انا بحط هنا ويب سايت، واول ما بحط العنوان او اللينك هنا بيظهر لي الكيو ار كود. دي طريقة انشاء الكيو ار كود. هعمل لوج ان. تمام، يبقى ده اسمه برنامج اسمه كيو ار كود جنريتور، ومن خلاله بحط اللينك، ومن اول ما بعمل كرييت كيو ار كود بيظهر لي الكود. عرفنا ان احنا ممكن نعمل اكتر من حاجه على الكيو ار كود. يعني ممكن انزل فيديو للطلاب في بدايه الحصه مثلا كبدايه للحصه كمقدمه، او صوره توضيحيه، او كتاب لو انا عاوزه ابعته للطلاب، او ملف صوتي، او اختبار، او اي لينك ممكن احطه على هيئه كيو ار كود. وده طبعا قلنا بيسهل لي الوصول لللينك بشكل اسهل، لان ممكن اللينك معرفش ارسله لكل الطلاب مره واحده، ممكن لما يوصل للطلاب ممكن يوصل بشكل خاطئ مثلا، لو في حرف اتحذف من اللينك ده اللينك طبعا مش هيشتغل بشكل صحيح. فالكيو ار كود بيخليني استغني عن استخدام اللينك او ارسال اللينك لو في صعوبه. تمام، فانا بحضر بعض الملفات اللي انا حابه ان انا استخدمها مثلا في بدايه الحصه، او ممكن استخدمه كمان ان انا بعمل تسجيل صوتي او تسجيل حصه
وبحطها على كيو ار كود للطلاب المتغيبين مثلا لو في طلاب غايبة. ممكن كمان استخدمه في مكتبة المدرسة، ان انا اعمل لكل كتاب كيو ار كود في المحتوى التعليمي للكتاب، في اسم الكاتب، في تفاصيل الكتاب والحقل العلمي اللي بينتمي للكتاب. فكل ده ممكن يساعدني الكيو ار كود ان انا اعمله. طيب انا دلوقتي قلت ان انا هستخدم البرنامج ده علشان اعمل الكيو ار كود، فانا فضلت هعمل هو كريت كيو ار كود، وهستخدم ويب سايت. هستخدم ويب سايت، يعني هنا في سوشيال ميديا، في اكتر من اختيارات هنا، بس انا بفضل ان انا استخدم بس الويب سايت. من خلال الويب سايت بكتب هنا الويب سايت اللي انا عاوزه اعمل له كيو ار كود. عند كلمة ويب سايت بكتب هنا الويب سايت اللي انا عاوز اعمل له الكيو ار كود. طيب انا عندي ملفات اللي هي ملف الصوتي والكتاب والملفات اللي زي كده، فازاي انا احول هذه الملفات للينك او للينك علشان انا احطه على البرنامج ده؟ بندخل طبعا على الدرايف. يبقى دي اول خطوة انا بعملها، ان انا بفتح الدرايف وبعمل ابلود للملف اللي انا عاوزه احوله للكيو ار كود. بعمل ابلود للملف، يبقى بعمل نيو وهنا فايل ابلود، وبختار الملف اللي انا عاوزه اعمل له كيو ار كود. هبتدي مثلا بالفيديو، هعمل اوبن، هعمل ريفرش كده، ظهر لي الفيديو هو عندي على الدرايف. يبقى دي اول خطوة انا عملتها، ان انا حطيت الفيديو على الدرايف علشان اخد اللينك الخاص بالفيديو واحطه في البرنامج الخاص بالكيو ار كود جنريتور، وبعد كده هيحوله لي للكيو ار كود جنريتور، بيحوله لي للكيو ار كود. طيب ازاي اخد اللينك الخاص بالفيديو ده؟ بعمل كليك يمين على الفيديو، وفي هنا جيت شيربل لينك، ده اللينك الخاص بالفيديو اهو. بعمل كوبي لينك، تمام كده انا نسخت اللينك اهو الخاص بالفيديو. تاني يبقى انا عملت نيو فايل ابلود، اخترت الملف اللي انا عاوز احوله لكيو ار كود جنريت، احوله لكيو ار كود، وبعد كده بختار الملف، وبعد كده بختار اوبن. بعد ما حملت الملف عشان اخد اللينك، بعمل كليك يمين جيت شيربل لينك، وبعدين ده اللينك اللي بيظهر، هو ده اللينك الخاص بالفيديو. بعمل له كوبي لينك، وبعد كده بروح على البرنامج اللي قلنا عليه في الاول خالص اللي انا بحط فيه الويب سايت، بعمل بيست لللينك اهو، بعمل نيكست. في اكتر من برنامج بيعمل كيو ار كود، مش شرط ده، انا استخدمت ده بس، لكن في اكتر من برنامج. ده الكيو ار كود الخاص بالفيديو اللي احنا عملناه، تمام. ده الكيو ار كود لما بعمل له سكان، هوريكم ازاي نعمل سكان بشاشه الموبايل علشان نعرف نقرا ازاي الكيو ار كود. يعني انا الاول هعمل كرييت للكيو ار كود الخاص بالملفات اللي عندي، وبعدين هنقرأهم واحدة واحدة عشان نشوف هو هيظهر ازاي، تمام. طيب ده الكيو ار كود، فيه هنا الفريم لو انا عاوز اغير الفريم بالشكل اللي انا عاوزاه زي كده. عاوز اغير اللون من هنا، عاوز اغير شكل الكود اصلا، ممكن اخليه كده. وكل ده طبعا بيوديني في الاخر للفيديو، يعني مهما لعبت في التغيرات دي كلها، بس برضه بيرجعنا على الفيديو. يعني الديكورات دي كلها كل واحد ايه بيعمل الشكل اللي يناسبه، تمام. فانا بعملها عادي، هعملها لو فريم، هتكون بالشكل ده. يبقى هنا في الفريم ممكن اتحكم فيه، شكل الكود،
اللوجو لو انا عاوزه اعمل بلوجو معين زي كده مثلا، لو انا عاوزه اغير الحواف بتاعه الكود مثلا بالشكل ده وهكذا، يبقى ده بيغير لي بس اللي هو الديزاين بتاع الكيو ار كود. هخليه عادي لو. طيب انا خلاص كده خلصت الكيو ار كود الخاص بالفيديو ده، بروح اعمل داونلود. وكده انا حملت الكود ده كهيئة صورة عندي على الجهاز، وبعد كده بعمل له برينت وبحفظه عندي. يعني انا لو عايزة اخليه للطلاب مثلا فبعمل برينت وبحتفظ بيه على ورقة مثلا وبعلقها في الصف. فبعمل هنا عرض، هو ده الكود اللي ظهر لي الخاص بالفيديو. بعدين بنعمل له برينت او بنحفظه عندي على الجهاز، انا هحفظه عندي وهكتب عليه كود الفيديو علشان بعدين لما نعمل له قراءة نعرف ازاي الفيديو هيظهر للطالب. يعني لو انا محضرة فيديو في بداية الحصة وعاوز الطلاب تشوفه فبعمله على هيئة كيو ار كود بالشكل ده، الطالب يدوب بيحط بس الكاميرا بتاعت الايباد في ثانية واحدة بيفتح عنده الفيديو. تمام، فدي ميزة ان ايه هيريحني بالنسبة لو انا عايزة اوزع فيديوهات او ابتدي الحصة بفيديو معين تعليمي مثلا، فده بيسهل لي الامر بدل ما انا ببعت لهم لينك واللينك ببعته على الكلاس روم وكل الطلاب المفروض تفتح الكلاس روم، ولو في حد عنده مشكلة في الايميل او مشكلة في الكلاس روم نفسه هيكون صعب انه يدخل على اللينك بسهولة. فالكيو ار كود ده بيريحني انه بس الطالب بيفتح كاميرا الايباد وبيوجهها كده على الكيو ار كود وفي ثانية واحدة بيفتح المحتوى اللي داخل هذا الكود. تمام، انا هحفظها عندي على سطح المكتب وهكتب ان ده الكود الخاص بالفيديو. وبعد كده هنروح نعمل هعمل كيو ار كود خاص بالصورة وبالكتاب وبالملف الصوتي بنفس الطريقة بالظبط. بنروح على الدرايف وبنعمل برضو فايل نيو فايل ابلود وبنختار الكتاب وبنعمل اوبن، بس انا اصلا كنت بحملها من الاول فمش هحمله تاني. فخلاص انا عملت اهو الكتاب نفس القصة، بعمل كليك يمين باخد اللينك تشربوا اللينك، وبعد ما باخد اللينك بروح اخد كوبي لينك هنا، يبقى ده اللينك ده الخاص بالكتاب. انا اللي خلاني عملت كتاب عشان بس ابين ان السعة التخزينية للكيو ار كود كبيرة ممكن تستحمل كتاب او اكتر كمان، فانا اخترت ان انا احط كتاب علشان ابين ان السعة التخزينية للكيو ار كود كبيرة غير الباركود. الباركود بس يدوب ممكن نحط فيه سعر المنتج مثلا واسمه وخلاص، اما الكيو ار كود بنحط براحتنا لأن سعة التخزينية كبيرة. تمام، ده الكود الخاص بالكتاب. بعمل كوبي لينك وبروح على البرنامج ده وبنكتب ونعمل كرييت كيو ار كود. هنا ويب سايت نكست، بكتب عنوان الويب سايت بعمل بيست، بعد كده نكست. عمل لي كرييت اهو للكيو ار كود الخاص بالكتاب. نفس القصة برضو بنغير في الفريم في اللوجو. تمام، وبعد كده بنعمل داونلود والملف بينزل عندي، وبعدين بحفظه عندي على ديسكتوب مثلا وبكتب عليه ان ده كود الخاص بالكتاب. يبقى عملنا كده كيو ار كود خاص بالكتاب وعملت كيو ار كود خاص بالفيديو. انا هفتح الكتاب اهو عشان اوريكم شكله كده وعشان لما نقرأه نشوف هيظهر ازاي على الايباد للطالب. ده كتاب اهو عبارة عن 170 صفحة تقريبا.
وده الفيديو اللي احنا عملناه برضو. Story problems addition. Let us look at some addition story problems. اللي خلاني فتحت الكتاب والفيديو علشان لما بنعمل ريد للكيو ار كود نعرف ان ده نفس اللي هيظهر لي على الايباد بتاع الطالب. تمام، هروح على نفس القصه اعمل كيو ار كود. تمام، يبقى كده عملنا للكتاب وعملنا للفيديو. هعمل للملف الصوتي وهعمل للصورة نفس القصة. بروح على جوجل درايف، نيو فايل ابلود، وبختار الملف. اذا كان ملف صوتي مثلا بنعمل اوبن. تمام، بعد ما حملت الملف الصوتي اهو بعمل كليك يمين وبعمل جيت شيربل لينك، كوبي لينك، بروح على الكيو ار كود جنريتور وبضغط هنا كرييت كيو ار كود، وبنختار ويب سايت. انا بختار بس ويب سايت، انا ما اخترتش اي خيارات تانية تبع البرنامج ولا صوره ولا فيديو، انا بس بفضل ان انا استخدم ويب سايت. ان انا بحط الملف على الدرايف، ومن الدرايف باخد اللينك، ومن اللينك بحطه هنا على الويب سايت، وبعمل نيكست بيظهر لي الكيو ار كود الخاص بالملف ده اللي بيخليني استخدم بس ويب سايت، لان انا بحب احط الملفات على الدرايف، لان الدرايف اولا هيحفظ الملف، ثانيا لو انا حاطه ملف مثلا وورد على الدرايف وعملت فيه اي تعديل، يعني انا كنت عملت الكود خلاص، الكيو ار كود ده عملته طبعته وشلته عندي وفي تعديل في الملف، فانا لو عدلت في الملف برضو بيفضل نفس الكود، يعني مش بيتغير. يعني لو في انا عملت امتحان للطلاب على الجوجل فورم مثلا وخلاص طبعت الكود زي كده علشان اوزعه على الطلاب الصبح، فاكتشفت ان في خطأ في الاختبار، فعادي اصلح الاختبار عادي من الجوجل فورم وبيظل الكود زي ما هو ما بيتغيرش. يعني مش انا عشان عملت اي تعديل في الاختبار لا كده انا هغير الكيو ار كود، لا الكيو ار كود بيفضل زي ما هو. تمام، يبقى ده الكيو ار كود الخاص بالملف الصوتي. هعمل داونلود. بينزل عندي على الجهاز، وبعد كده بعمل له نسخ وبحفظه بره على سطح المكتب مثلا، وبسميه الملف الصوتي او الكود الملف الصوتي. الملف الصوتي ده قلنا ممكن ملف ننزله من النت عادي، من مثلا من اي موقع من الانترنت، او ملف صوتي بصوتي انا، يعني ممكن من كده وكده عادي. يعني يبقى عملنا كده كيو ار كود خاص بالفيديو، وكيو ار كود خاص بالكتاب، وكيو ار كود خاص بالملف الصوتي. فاضل كده الصورة، نفس الخطوات هعملها سريعا. بعمل فايل نيو وفايل ابلود، وبختار الصورة، بعمل اوبن، وبعد ما بحفظها على الدرايف بعمل ريفريش، بعمل نسخ جيت اشرب اللينك، باخد اللينك الخاص بالصورة وبعمل له كوبي لينك، بعد كده بعمل في الكيو ار كود جنريتور، بعمل كرييت كيو ار كود، وبختار ويب سايت. بعمل بيست نيكست، نفس القصة بيظهر لي الكيو ار كود اهو.
بعمل داونلود. تبقى بالشكل ده، بحفظها على سطح المكتب وبكتب يعني ده الكيو ار كود الخاص بالصورة. تمام. طيب لو انا عاوز اعمل اختبار الكتروني، والاختبار الالكتروني ليه لينك برضو، فانا عاوز احول اللينك الخاص بالاختبار الالكتروني، بروح على الجوجل درايف. هنا جوجل درايف فيه اكتر من تطبيق، في جوجل دوكيومنت، جوجل شيت، جوجل سلايد، من ضمن جوجل فورم، جوجل دروينج. ممكن نستخدم اي تطبيق من ده كله، بيكون متسيف على درايف، وبعمل كليك يمين وباخد اللينك وبروح اعمل عليه اللي هو الكيو ار كود. طيب انا عايز اعمل اختبار الكتروني، ومن الاختبار ده باخد اللينك وبوزعه للطلاب. فانا هعمل اختبار سريع من جوجل فورم. هكتب مثلا اكزام، وهعمل هعملها تقسيمتين. مثلا هعمل الاسم، هنا هعمل اول سؤال، اسم الطالب. انا مش هعمل اختبار كبير، هما سؤالين عشان بس نعرف الاختبار هيظهر للطالب ازاي لما يعمل سكان للكود. اسم الطالب، required عشان اساس انه يكتب اسمه. بعمل سؤال تاني وبكتب فيه الصف مثلا. لو انا بدي صفين مثلا grade 5، فبكتب اسماء الصفوف لو انا الطلاب مختلطة مع بعض، فبعمل multiple choice وبكتب اسماء الصفوف مثلا group والسلام مثلا. يبقى انا كده عملت صفحتين للامتحان. اول صفحة عملت فيها اسم الطالب والصف، وهخليها required عشان اساسا نكتب الصف. والصفحة التانية هكتب فيها السؤال الاول. هكتب أي سؤال، مثلا 5+6=30 ولا 10 مثلا 20، أعمله required. الإجابة الصحيحة هي أنا أولا هخليه بس الإعدادات، هحوله إن هو كويس. الإجابة الصحيحة هي 11، وبعطيه عليها عشر، وبعطيله عليها مثلا 5 درجات. هعمل سؤال تاني، مثلا 9+7 2 3 4 الإجابة الصحيحة هي 2، وهنديله برضه 5 درجات. ماشي. يبقى أنا كده عملت اختبار سريع، هنا required. عملت اختبار سريع علشان بس أعرفكم ازاي ناخد اللينك الخاص بالاختبار ده ونحوله لـ QR code، علشان أتجنب إن أنا أوصل اللينك للطلاب، يعني ما يحصلش مثلا لخبطة في بداية الاختبار أو الطلاب مش عارف يدخل على اللينك. فأنا بعمل الاختبار وبحطه في لينك، بحطه كلينك، وبعدين بحول له QR code
وبنخلي الطالب في بيت الحصة يعمل سكان بالشاشة بكاميرا الموبايل، وفي ثانية واحدة بيدخل على الامتحان على طول. تمام، فأنا كده عملت اختبار سريع اهو. اخد اللينك الخاص بالاختبار ده ازاي؟ في هنا سن، هنا لينك، ده الـ URL او اللينك الخاص بالامتحان، بعمل له كوبي. بعد ما باخده كوبي خلاص بروح على نفس البرنامج وبعمل create QR code website بعد كده next. كده عمل كرييت لل QR كود الخاص بالامتحان او الاختبار الالكتروني اللي احنا عملناه. تمام، ولو انا خلاص عملت برينت للكود وفي اي تعديل في الامتحان، حتى لو قبل الامتحان مثلا بساعة، بغير الامتحان براحتي عادي والكود بيفضل زي ما هو مش بيتغير. يعني انا مش اخاف ان انا لا هعمل تعديل الكود ممكن يتغير، مش بيتغير. تمام، فدي ميزة برضو للكيو ار كود، ان انا بطبعه ومثلا بطبع ورقتين بس وبحفظهم، طالب بس بيعمل سكان وبيدخل على الامتحان بشكل سريع. بعمل داونلود برضو بحفظها عندي. عاوز ادخل على فيديو على اليوتيوب برضو، ممكن اخد اللينك الخاص باليوتيوب واحطه نفس الطريقه بالظبط. تمام، معلش انا عامله ميوت للكل علشان كان المره اللي فاتت كان في ازعاج، فلو في اي سؤال او اي استفسار ابعتولي على الشات، او اللي عنده سؤال يرفع ايده لو في أي نقطة مش مفهومة. يبقى احنا عرفنا نحول ده كله لـ QR code وحطناهم على سطح المكتب اهو. عملت دول الأكواد اللي احنا عملناهم. يبقى عرفنا ازاي نعمل كود QR code. هنروح دلوقتي نقرأهم مع بعض عن طريق الآيباد. أنا هفتح الآيباد وهقرأ كل كود وهوريكم إزاي الكود ده هيظهر للطالب. يعني لو في طالب عنده اختبار هوريكم إزاي هيدخل على الاختبار عن طريق الكود، والفيديو هيفتح عنده إزاي والصورة وكله بالصوت. تمام، لو في اي حاجه مش مفهومه ابعتولي على الشات. انا هفتح الايباد وهبدا اعمل ريد للاكواد اللي احنا عملناها. أنا كده فتحت الأيباد اللي هيكون خاص بالطالب. ممكن نعمل كاميرا الأيباد أو الأيفون نفس الاستخدام، ولكن الأندرويد بننزل أبليكيشن من على جوجل بلاي. تمام، فهروح دلوقتي لو أنا شفت أي كيو آر كود إزاي هعرف أقرأه. ده الأيباد اللي هيكون خاص بالطالب. أول خطوة بيفتح الكاميرا، أفتح الملف الصوت الأول،
يبقى هفتح الكاميرا، هحط الكاميرا على الكود، طيب باختصار كده احنا يعتبر كده خلصنا ان احنا عملنا الـ QR code، عرفنا ازاي نعمل QR code لأي ملف عندي، وازاي اعرف اقرأ اي QR code، وعرفنا ان احنا نستفاد منه في ايه. انا يعني انا ممكن اكون مش عارفة اوظفه بالظبط زي مدرس المادة، فانا لو عندنا مدرسين هنا ممكن يدونا افكار اكتر، يعني ان احنا ممكن نستخدمه في حاجات زي ايه تاني. احنا النهارده شفنا ازاي نعمله كملف صوتي او كفيديو او كصوره، كتاب، اختبار. ده الكتاب، انا بعد ما عملت قراءه للكيو ار كود فتح الكتاب اهو، تمام. يبقى ده اللي هيظهر على الايباد للطالب، تمام. في حد عنده اي اسئله؟ طيب لو معانا مدرسين ممكن كل معلمة مثلا تدينا فكرة ازاي ممكن نستخدمه مثلا في مادة الإسلامية أو الساينس أو في حد عنده أي استفسار؟ طب ادونا أفكار، يعني ممكن ايه الأفكار اللي احنا ممكن نستخدمها كمواد، يعني ممكن يساعدنا في ايه، يعني أعرف انتوا استفدتوا أو لأ، أو فهمتوا الدرس ولا لأ. مفيش حد عنده أي استفسار؟ طيب عاوزة أفكار، يعني ادوني أفكار. يعني أي حد عندنا مثلا في مجال، أي مجال في المدرسة ممكن يدينا فكرة معينة نستخدمها، نستخدم فيها الـ QR code. هو مفيش ولا استفسار ولا أي مناقشات حتى كأفكار مثلا نستخدمها؟ شوف مس فاتن.
اتفضلي مس فاتن. السلام مس عليكم. فاتن كنت رايحة. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. الله يعطيك العافية يا مس. الله يعافيك مس فاتن. وحضرتك بس قافلة علينا الشات، احنا عايزين نتكلم. طيب مش مقفول الشات؟ لا الشات مش مقفول، اللي قصدي الصوت. الصوت الصوت. ما معلش، المرة اللي فاتت والله كان في أصوات خارجية كده، فما كنتش عارفة يعني، كنتش عارفة طيب. أوضح. هو احنا الحمد لله احنا كتير استفدنا والله من البرنامج، رائع جدا. بس هو بس سؤال بسيط جدا، واحنا قلنا دلوقتي حضرتك بتقولي الكيو ار ريدر بننزله على اللي هو السامسونج صح؟ طيب، انما اللي هو الايباد بس من الكاميرا صح كده؟ الايباد او الايفون من الكاميرا بس. طيب بس الاندرويد هو بننزل الابلكيشن. طيب طريقة تنزيله عادي ما فيهوش اي حاجة صح؟ لا ولا اي حاجة، سهل جدا. طيب يعني اعتقد ان ما فيش استفادات اكتر من حضرتك قلتيه، ان احنا نقدر نعمل كتاب او طيب صوت. حضرتك كمدرسة مثلا ممكن تستخدمي في ايه مثلا؟ لو زي ما حضرتك يعني عملت ممكن الطلاب زي ما حضرتك عملتي، يعني قبل مثلا ما ادخل الحصه عايزه اسمعهم مثلا انشوده او عايزه فيديو قصير. ايوه يعني حضرتك لفيت ووفيت، جبت كل حاجه، يعني ما فيش حاجه اكتر من كده ممكن تتعمل من وجهه نظري يعني. ايوه شكرا. بارك الله، جزاك الله خير. مس نداء بتسأل إذا كان الـ QR كود ليه وقت معين. لا هو ملهوش ليميت تايم، هو شغال عادي براحتك. يعني أنا ممكن أعمل QR كود خاص بامتحان مثلا وأستخدمه على طول، يعني ممكن أمسح الامتحان ده وأحط امتحان تاني نفس اللينك ومغيرش الـ QR كود، يعني ممكن أستخدمه لأكتر من امتحان مفيش مشكلة. يبقى الـ QR كود ملهوش وقت معين او وقت محدد وبينتهي، لا بيكون اكتف على طول. ممكن في ابلكيشن هنا كمان ممكن ننزله على الايباد لو انا عاوزه اعمل كرييت للكيو ار كود، لو انا مش عاوزه استخدم البرنامج اللي انا كنت بستخدمه على اللابتوب. في ابلكيشن ممكن ننزله على الايباد اسمه كيو ار كود كرييتور اهو، بننزله بشكل سهل برضو مش صعب. بنضغط على علامة الزائد اللي على اليسار، بقى في هنا ويب سايت، في فون نمبر، في تكست، في ايميل ادرس، مش عارفه يعني في اكتر من خيارات ان انا ممكن احولها لكيو ار كود. احنا بس النهارده استخدمنا الويب سايت، كل الاستخدامات عادي نفس الاستخدامات. اذا كان فون نمبر لو انا عاوز احط رقم تليفوني او بياناتي الشخصيه بنستخدمها برضو من هنا. وبعد كده بنختار، انا هختار ويب سايت اهو، وهنا بكتب الويب سايت بنفس الطريقه اللي احنا عملناها، ان انا بحط الملف على جوجل درايف وباخد اللينك، كليك يمين وباخد اللينك وبحطه هنا على الويب سايت تمام. وبعد كده بعمل كرييت، بضغط على كرييت اللي هي على اليمين دي تمام. وبعد كده بيطلع لي برضو كيو ار كود على الايباد، يبقى دي الطريقة على الايباد تمام. يبقى بنزل ابلكيشن برضو على الايباد اسمه كيو ار كود كرييتور، وبحط فيه اللينك الويب سايت اهو، وبضغط الويب سايت وبعمل كرييت، بعمل انشاء كده الكيو ار كود خاص بملف معين انا عاوزه اعمله كيو ار كود تمام. يبقى دي طريقه تاني لو انا عاوزه اختار برنامج غير اللي انا استخدمته على اللابتوب، ده برنامج تاني او ابلكيشن على الايباد.
في أي سؤال تاني؟ في أي استفسارات؟ ممكن نعمل أي ملف أهو على الدرايف، ممكن باستخدام جوجل ديكومنت إن أنا أستخدم اللي هو إن أنا أعمل ملف. لو أنا عملت ملف باستخدام الجوجل ديكومنت أو الجوجل شيت وعاوز أخد اللينك، نفس القصة بعمل شير هنا، وبعد شير بيظهر لي اللينك اهو، ده اللينك الخاص بالملف اللي انا عملته على الدرايف. بعمل كوبي لينك، نفس القصة، وبروح اعمله في الكيو ار كود جنريتور. يبقى ده لو انا عاوز اعمل اي ملف على الجوجل درايف. استفدت من حضرتك كنت بتسألي؟ أيوة، مثل لما حضرتك جبت اللي هو النموذج اللي هو بتاع جوجل وحطيت الأسئلة. طيب مثلا أنت حضرتك حاطة نوع من الأسئلة مثلا حطاه، فدلوقتي مثلا أحيانا بتحصل معايا إن بيبقى في شريحة بتبقى فاضية، مثلا أنا فوتها من غصب عني ما شفتهاش، باجي أحذفها من فين؟ على الجوجل فورم قصدك هنا؟ في حضرتك علامة الحذف دي بتعملي ديليت لو في مكان حضرتك يعني مش عايزة تستخدميه أصلا، بنعمل ديليت من هنا. وانا شفتها عند حضرتك دلوقتي وانت بتشرحي اول مره، بس مش عارفه عندي انا، ما كنتش بلاقيها خالص. لا موجودة موجودة. اوكي ماشي شكرا. يبقى احنا ممكن نستخدم اي تطبيق من تطبيقات الجوجل سويت اهي على الدرايف، واي ملف انا بعمله جوجل سلايد مثلا، وبعد ما بخلص في هنا كلمه شير اهي، اول ما بضغط على كلمه شير بيظهر لي اللينك، بيظهر لي اللينك هنا، بعمل كوبي لينك وبعمل نفس الخطوات. في كمان لو انا عندي ملف على الوورد، عندي على الوورد على سطح المكتب، يعني انا مش عارفه اشتغل على مثلا على الجوجل ديكومنت، حاسه فيه صعوبه، او انا مش واخده على الشغل عليه، لا انا ممكن اعمل ملف عادي على سطح المكتب بالوورد العادي. مثلا اي ملف هعمله على سطح المكتب اهو، ده ملف على الوورد العادي اللي هو اللي انا متعودة اشتغل عليه. مثلا انا مش واخده على الجوجل ديكومنت او مش عارفة اشتغل عليه، ممكن اعمل ملف وورد عادي على سطح المكتب او على الوورد اللي انا متعودة اشتغل عليه، احفظه على سطح المكتب. وبروح احطه على الدرايف، نيو فايل ابلود، بروح على الديسكتوب، بروح للملف الوورد اهو العادي اللي انا عملته، اوبن،
يبقى انا اشتغلت على الوورد، سطح المكتب الوورد العادي مثلا اوفيس اللي انا متعوده اشتغل عليه، وبعد كده احوله على الجوجل دوكيومنت. فلو الناس مش عارفه تشتغل على طول على الجوجل دوكيومنت، فاحنا ممكن لا نستخدم الوورد العادي اهو. تمام، وبفتحه. خليني لحظة هعمل open with جوجل دوكيومنت، هو هيتحول لجوجل دوكيومنت على طول، بدل ما انا اشتغل على الجوجل دوكيومنت واكون مش عارفة اشتغل عليه. يعني انا مستغربة الحاجة دي مثلا مش متعودة عليها، فانا بكتب الامتحان بتاعي او الملف بتاعي العادي على الوورد العادي على سطح المكتب على الكمبيوتر يعني، وبعدين بعمل له ابلود على الدرايف، وبعد كده بعمل open with جوجل دوكيومنت. كده انا فتحت حولت الملف من وورد عادي لجوجل دوكيومنت، وبعد كده بعمل شير كوبي لينك، وكده بيكون معايا اللينك الخاص بالملف ده. تمام، فدي طريقة لو الناس مش عارفة تشتغل على تطبيقات من جوجل سيت، لأن لسه يعني في صعوبة شوية. يبقى بدل ما استخدم الجوجل دوكيومنت او الجوجل شيت، نفس القصه بنستخدم الاكسل العادي وبنعمل اوبن ويز جوجل شيت. نفس القصه جوجل سلايد، بنفتح الباوربوينت العادي وبعد ما بنكتب البرزنتيشن بنحوله لجوجل سلايد، بعدين بنعمل مشاركه وبناخد اللينك. بس كده انا اعتبر خلصت. لو في اي استفسار ابعتولي برضو. لو في أي سؤال تاني، في أي استفسارات بالنسبة لأي حاجة واقفة معاكم، تمام. شكرا لحضراتكم، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا ولو بحاجة بسيطة. شرفتوني كلكم النهارده بحضوركم معايا. السلام عليكم. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي لا نوم.